السلام عليكم، مرحبا بيا عندكم وكنشكركم بزاف على لي لايك وعلى المشاهده اللي كتشاهدونا. ممكن نتمنى تبقى ان شاء الله تدوم هذه المشاهده ان شاء الله، وتحنايا نكونوا عند في المستوى ديال المشاهده ديالكم. الوغ اليوم جبت لكم واحد الحلوه اللي كتجي رائعه، حلوه ديال 5 دقائق تقدري توجديها في رمشه عين. الوغ تبقاو معايا ندوزو المقادير وطريقتها. بالنسبه للمقادير عندنا هنا 2 بيضات، عندنا هنا كاس ديال سنيدة، كاس ديال الزيت، عندنا واحد قبيصة الملحة، واحد النكهة ديال الفاني. عندي هنايا الدقيق تقريبا واحد 200 غرام ديال الدقيق، واحد صاشي ديال خمرة ديال الحلويات الوزن 8 غرام. عندي هنا التزيين، غنحتاج الزنجلان تقريبا واحد 80 غرام ديال الزنجلان، والبيض ديال البيضة اللي غادي نخدمو بيه. رغم دو على بركة الله. عندنا هنا في إناء غادي نخدمو 2 بيضات، مع كاس ديال سنيدة، نخدمو البيض مزيان، غنحصلوا على هاد لا تيكستور. الوغ تنضيف كاس ديال الزيت، تنخدمو مزيان مع البيض. غادي نضيف هنا واحد قبيصة الملحة، معلقة صغيرة ديال الفاني، وهاد المقادير. غادي نضيفو الدقيق، غادي نضيفو ديما عيب شويه بشويه، تنشوف نضيف معاه صاشي ديال خميره ديال الحلويات. غادي نحاول نجمع العجينه ديالي. العجينه خاصها تكون خفيفه، ما تكونش قاصحه. غادي نشوف واش هاد 200 غرام غادي تكفيني، ولا نشوف واش غادي نقدر نزيد شي حاجه. راك عارفين الدقيق كاين دقيق اللي كيشرب ودقيق اللي ما كيشربش. حنا غنشوفو دابا، حلوة كتجي رائعة، ما فيهاش بزاف المقادير، وتقدري توجديها في 5 دقائق لا غير، سهلة كتوجد دغيا، وتقدري ديريها في آخر دقيقة. نزيد هاد الدقيق اللي باقي عندي، تقريبا هادي كلها 200 غرام اللي استعملت. هنا ما قدتنيش هاد 200 غرام، غادي نزيد واحد تقريبا 2 معالق كبار ديال الدقيق، حساب 50 غرام اللي نزيد دابا. من بعد ما حصلنا على هاد العجين، شفتو كتجي هكا، كتجي رطبة. دابا غادي نبداو نديرو كويرات، كويرات متوسطين بهذا الحجم، بهذا الحجم. نبدا نحطهم في الطبسيل حتى نكملهم كاملين، عاد ندوزو نديروهم في البياض البيض والزنجلان باش ما نعمروش يدينا. من الاحسن تنكورهم كاملين عاد ندوزو للمرحله المواليه.
الوغ من بعد ما كورنا الحلوة ديالنا، دابا غادي نديرها في البيض بهذه الطريقة، نديرها في السنجلان. الطريقة نحطها في الطاوة، من بعد ما كملنا الطاوة ديالنا دابا غادي نحاول نديرو واحد التقيبة الوسط بهذه الطريقة. باش ندير فيها منين طيب غادي نزينوها بشوية ديال الشوكولا. انا درت هاد، تقدروا تدوبوا اي حاجة عندكم، تقدروا تقبوا بها تستعملوها. فوالا دابا غندخلوها طيب في الفران ونتلاقاو في التزيين. فوالا من بعد ما الحلوه ديالنا خرجت من الفران، هنا غادي نزينها بواحد انا عندي هنايا لاصوص ديال الشوكولاتة اللي انا ديجا شاركتها معكم البنات اللي عقلتو فواحد الفيديو اللي فايت كيف كتشوفوا. غادي ندير انا عندي الصوص ديال الشوكولا، وغادي ندير حتى الكونفيتور باش تعطيني جوج تشكيلات. دعوا على بركه الله. غادي نعمر هاد التقيبات اللي درنا قبل بالشوكولاط وبالكونفيتور، ونتلاقاو في الطبق الاخير. فوالا هذه هي الريزولتا فينال ديال الحلوه ديالنا. هذه الحلوه اللي كنقول انا حلوه ديال 5 دقائق، يعني كتوجديها في رمشه عين، جو عندك الضياف وما لقيتي ما ديري، كتدخلي للكوزينه زرب 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 انت وجدتي الحلوه ديالك. الوغ نتمنى تكون نال الاعجاب ديالكم وتشاركوها مع الاهل الاحباب. وما تنساوش البنات الناس اللي كتشاهدوني تابوناو معايا وتدعموني، محتاجه للدعم ديالكم بزاف بزاف، لان به باش كتعطوني واحد كتزيدونا شويه ديال المعنويات باش كنزيدو القدام. الوغ نتمنى نتلاقاوكم ان شاء الله على خير في فيديو مقبل.